تكثر المواقف الأمريكية بشأن غزة، ومعها يكثر التخبط داخل الإدارة الواحدة، فيصعب على واشنطن التي تتعرض لضغوط دولية ومحلية كثيرة اتخاذ موقف موحد وصريح بشأن الحرب على غزة. البنتاغون يؤكد دعم الإدارة الأمريكية المستمرة لإسرائيل، والبيت الأبيض يقول صراحة إن واشنطن تعتقد أن هناك العديد من الأهداف العسكرية المشروعة التي لا تزال موجودة جنوبية غزة، حتى أنه لم يعطي بحسب رويترز موعداً نهائياً محدداً لإسرائيل لإنهاء العمليات القتالية الرئيسية في قطاع غزة. ويعتبر البيت الأبيض أنه في حال توقفت الحرب اليوم فستستمر حماس في تشكيل تهديد لإسرائيل، ولهذا لا تطلب واشنطن من إسرائيل التوقف. تزامناً مع تأكيد الدعم، الولايات المتحدة ترفض خطوة إسرائيلية عدة. أولاً، فهي ترفض مطلقاً نقل الآلية الإسرائيلية العسكرية من شمال القطاع إلى جنوبه، وتحذر تل أبيب من قتل مزيداً من المدنيين. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يشدد على ضرورة العمل لحماية المدنيين في غزة وإدخال المساعدات، حتى أنه ذهب أبعد من ذلك قائلاً إن الهوة بين نية إسرائيل حماية المدنيين والنتائج الفعلية على الأرض في غزة كبيرة جداً. أما الرئيس الأمريكي جو بايدن فدعا في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إنشاء ما وصفها بممرات إنسانية لفصل السكان المدنيين عن حركة حماس. وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حث من جهته نظيره الإسرائيلي يوآف جالنت على زيادة جهود حماية المدنيين في قطاع غزة وإيصال المساعدات والحد من عنف المستوطنين في الضفة الغربية. واشنطن لا تريد انتهاء الحرب وتدعم إسرائيل للقضاء على حماس، إلا أنها في الوقت نفسه لا تريد أن تكون الفاتورة الإنسانية باهظة لما يسببه ذلك من أحراج دولي وداخلي كبير.